engineer, Jordan Systems at Ericsson. He's going to be talking about this DM, Software Defined Network. طيب لو انا عندي داتا سنتر كبير شديد ممكن يكون عندي ملايين الراوترات والسويتشات
عشان اعمل التصدي هحتاج لي عمالة كبيرة جدا، هحتاج له طويل شديد يمكن شهور عشان اعمل العملية بتصدي. فالحاجة اللي حلت الـ SDN او الفكرة بتاعت الـ SDN انه زي ما احنا شايفين هنا الكنترول بين الفورورد بلاي كله قاعد في نفس الهاردوير. فاحنا لو وصلنا الكنترول بين الداتا بلاي كده وخلينا بيناتهم في كوميونيكيشن شانل بتاعت كونفجريشن كده هيكون الموضوع اسهل كتير بالنسبه لي. هيكون الكونفجريشن والبروفيجنينج سنترلايز. الكنترولر اللي هو الفورورد يسمونه كنترولر والتحت ده اللي هي كنترول بلاين والداتا بلاين وفي النص دي كوميونيكيشن شانل. الكنترول بلاين هو عباره عن سوفت وير بروجرام فاير وي بتاع بروجرامينج عشان اغير اي عشان اغير الباث او اغير اي اخلي النتورك تو بيهيف بالطريقه اللي انا دايرها كل عمليه اعمله هي تو بروجرام كود which is very simple. اكيد هيكون اسهل بكثير من اني اخش اي نود او اي سويتش او راتر واغير الكونفجريشن بتاعته. فبيسكلي دي الفكره بتاعت الاس دي ان سيبريت الكنترول بلاين من الداتا بلاين. الكنترول بلاين هيكون عباره عن سوفت وير بيست بروجرام كان جست بروجرامينج اخلي النتورك بتاعتي تو بيهيف بالطريقه اللي انا عايزها. طيب ده هيوفر لي حاجات كثيره منها الجريتر ريتش فيتشر فيلوسيتي فروم الفندر اكيد البندر كل اللي المفروض يعمله عشان يضيف فيتشر جديده يغير البروجرام بتاعه او يغير الفريم ورك بتاع البروجرام بتاعه يعني which is not a big deal بالنسبه له. بالذات لو كانت الكوميونيكيشن تاعه ستاندرد اللي هي اندستري وايز اتس اوفر فلو هنشوف بعد شويه يعني which is standard كل الاندستري فيندرز are supporting the open flow وكل الاندستري فيندرز are backing the open flow and they will be working with open flow. طيب السيرفيس ديبلويمنت هتكون بعد كده independent من اللايف سايكل بروجكت بتاعت الفيندرز زي ما شفنا قبل شويه يعني هيكون في ستاندرد بروتوكول زي اوبن فلو. الكنترول بلاين هيكون عباره عن سوفت وير بروجرام الاوبن فلو ده اتس اوبن سورس الويست ليست بتاعته واضحه موجوده في الانترنت. اي بتاع البروجرام الكنترولر تو انتجريت مع الاوبن فلو عشان اخلي النتورك بتاعتي تو هي زي ما عايز بغض النظر عن انا اشتريت جونيبر راوتر ولا سيسكو راوتر ولا اريكسون سويتش ولا اي حاجه. طيب الميزه الثالثه ات ويل لور الاوبكس اللي هو الاوبريشن كوست بتاع النتورك. بعد كده انا محتاج نتورك انجليز وده محتاجين بس ناس بساط يكونوا بيعرفوا سوفت وير بروجرامينج ويكون عندهم باك جراوند كويس على الاي بي دي حاجه تقدر مش مشكله. طيب تاني حاجه اخر حاجه اتكلم عنها الاي بي اي فور سيرفيس كريشن. الكنترولر زي ما هنشوف بعد شويه في الحقيقه طالع منها اساسيه لسه فريم ورك يعني ما بيطلعوا بروجرام عادي بيطلعوا فريم ورك في اي بي اي مفتوحه. anyone can program is that anyone can utilize the API ID to program into a bank they know how to anyone, literally anyone can program into a bank. زمان مش اللي كانوا الفيندر او الاوبريتورز او الناس اللي ما عرفوا شويه فاهمين النتورك فاهمين الايفاري بتاعت الاوبريتور او ان ان فيندر او اي اي سي عامل كده بعد كده خلاص يعني هنا كان دوت. طيب يعني بس مثال لإريكسون الاس ان كنترولر انا بس يعني بتكلم عن حياه إريكسون بيكوز دي الحته اللي انا عارفها يعني الحاجه اللي ممكن تبي ابلاي في اي حته باي اوبن سورس او باي كنترولر. فالمهم بس من السلايد الحاجه المهمه من السلايد ده بغض النظر عن الفاجنس الكثيره دي الحاجه دي doesn't have to be applied بس على الاي بي راوترز ولا على الاي بي تكنولوجي اللي صح. It can be also applied on optical nodes اللي هي زي الـ STMs والـ EONs اللي بتكون قاعدة في الباك هول من الـ RPS للـ PSCs والكلام ده. So أنا ممكن يكون عندي SDN controller I can configure كل الـ MVPN network بتاعتي I can control كل الـ MVPN network بتاعتي I can control كل الـ optical network بتاعتي بـ one SDN controller أو a group of SDN controllers connected مع بعض. فـ it's very very simple. طيب دي حاجات كونسبت بس ناخدها معانا شويه اللي بعدين يمكن جزء منكم يكون ما فاميليير معاها بس نمر عليها سريع هي لها علاقه بالكور بتاعت الموبايل نتوركس. طيب عندنا اول حاجه البي تي اف اللي هي بوليسي كنترول اند رولينج فانكشن. طيب البوليسي كنترول اند رولينج فانكشن دي جزء من او اللي هي السيرفر في الموبايل نتورك
اللي هي بتكون مسؤوله عن انه السبسكرايبر هيدوه سبيد بيس على كم واللي هي تو ليميت اللي هي اللي استعملوها حاليا في الفيديو يوسج بوليسي الفكره الاوبريتيف زي ما هي كده. فاي سبسكرايبر يقول له بروفايل يقول له هو السبسكرايبر خليه يعني يستعمل داتا سيشن بيطلع 21 ميجا بير سكند ل 500 ميجا. بعد كده عمل له ريفير باك ل 512 كيلو بير سكند انليمتد. فده الجزء اللي بيعمل كنترول لل البوليسيز والسبيد والكوتس والحاجات دي. فبين الدي بي اي اللي هي دي باكت انسبكشن. الدي بي اي هي نود في النتورك بتعمل انسبكشن اب تو ذا ابلكيشن. احنا عارفين الراوتر بتعمل انسبكشن اب تو ذا لاير 3 عشان تعرف الاي بي تو فورورد الباكت. طيب الدي بي اي هي فانكشناليتي ما لها علاقه ب يعني اتس اي بي فانكشناليتي قال في سيسكو في إيركسون في جنبه في I want to inspect up to the application layer عشان أعرف السيرفيس اللي استعمل اليوزر شنو. Accordingly ممكن أديه كارت في السيرفيس بيس عليه مثلا الناس دايرين في كاستمرز معينين في أوبريتر بيحبوا يخشوا اليوزر كتير فأنا أقوم أطلع أي باكيت الديستنيشن بتاع هي يوتيوب دوت كوم أقوم أديه كارت في السيرفيس كويس جدا. بالعكس طبعا صح يعني اي داتا كود سيرفيس كان جديد بيظهر على الابلكيشن اللي كان دوس. طيب الان بس نعمل حالي البي اس سي ده عباره عن سوفت وير بروجرام امبلمنتد باي ايركسون باي باكيت كوتي. هنشوف بس الحاجه بتاعته عليه ان شاء الله. تعالى عندنا ايركسون اوبن داي لايت which is an SDA controller for the sake of this presentation بس اخذتوها SDA controller. الاي اف اس هو اوبن فلو سويتش اي سويتش that supports الاوبن فلو بروتوكول. واحدة ضغط الإعلان جديدة ممكن تقول ممكن تكون قريب شوية لكن بعد كده ما في حاجة بيجي اسمها راوتر سويتش أو بيجي في جينيريك مثلا سويتش it can be configured to have as a router as a firewall as a switch as a content filtering as أي حاجة بيز على البروجرام بيز على الكونفيجريشن اللي عندك. طيب أنا بقول لك بيها جينيريكلي هي it's a separate technology لكن نلقى إن واحدة من أهم الاستعمالات بتاعتها يعني باستعمال هذه الشريط وطبعا يستمتع يعني فيوتشر وايز الفيتشر دي في الكلاود. طيب المشكله بتاعت الكلاود شنو؟ او المشكله اللي بتحلها الاس دي في الكلاود شنو؟ الكلاود هي عباره عن كونكشن فيرتشوال ماشينز اي فيرتشوال ماشين عنده اتس اون اي بي. طيب فلنفرض انه انا داير اغير عمل اغير الرينج في الاي بي بتاعي ضرب في فيرتشوال ماشين جديد طلع فيرتشوال ماشين بيرل. عشان اضمن الكونكتيفيتي للفيرتشوال ماشين دي بس اتخلى دايما باقي الفيرتشوال ماشينز اي هاف وانس اجين تو كونفيجر كل الراوترز والسويتشز في الباث بتاع الفيرتشوال ماشين دي which is لو انا عندي داتا سنتر كريشن دي زي جوجل ولا فيسبوك this would be quite headache. فلو في اس دي ان والداتا سنتر ده عنده سمت كده كلاود مانجر ممكن الكلاود مانجر يباصي لي الداتا دي للاس دي ان كنترولر يكون في انتجريشن بين هذا المانجر يقول لي مثلا انا كريت ريشو ماشين جديده بالاي بي الفلاني اعمل لي كونكت لي مع ماي نتورك which is يعني كوماندات. خلاص يعني هيكلم ال اس دي ان كنترولر اس دي ان كنترولر هيكونفيج الراوترز والسويتشز اون ذا باث تو جارانتي كونكتيفيتي which is حتى ممكن تكون حاجه دايناميك ما محتاج لاي انترفيشن. طيب يعني نمشي في شوية كده فيرشواليزيشن. ممكن أقول في الـ IT industry أو الـ telecom industry why do we need a virtualization for now? It's a very hot topic و hot trend ماشي في الجدام ف why do we need it? طيب الماركت ريكوايرمنت بديهية يعني تتطلب حاجات أساسية منها الـ innovation. زمان النتورك أول ما بدت كانت بتقدم بس voice calls هم كانوا الاوبريتورز عباره عن ناس بيعملوا كونكت للبيبل مع بعض. شويه شويه النتورك اتطورت الاوبريتورز بيجوا سيرفيس ينابل الشبكه اللي بتقدم سيرفيس كتير شيء والاوبريتور وظيفته انه تو ينابل سيرفيس مثلا اس ام اسز فويس كولز بي بي كولز حاجات زي كده. طيب الكلام ده سبيك لايف زي ما عارفين في الاوفر ذا توب مثلا الاو تي تي الفايبر الواتساب الفيسبوك الناس كلهم بيقدموا خدمات عبر الانترنت و very innovative to
some extent the operators are facing an issues يعني مع الناس الحالية. فلو الأوبريتر أو أي أي تي إندستري أنا بس يعني بتكلم عن التليفون عشان دي الأريا بتاعتي. الإنوفيشن إز ريكوايرد. أن الكومباني اللي ما إنوفيتف كانت بي إن ماركت إيري مور. السبيد كل ما كانت تايم تو ماركت بتاعي أقل حيكون أحسن لي كتير. الإفشنسي I want to simplify network and operation. I just want to be more efficient. أستغل الـ resources بتاعتي بأحسن صورة ممكنة. طيب يعني عندي مثلا cloud system وعندي SDN controller. فالفكرة بتاعت الـ virtualization إنه أنا كـ network عندي functionality implemented في hardware معين. مثلا زي ما قال الـ PCRF, الـ DPI, الـ HLR, الـ AMC, whatever يعني حتى في الـ IT industry لو في function box كده. أنا ليه أخذتها في هاردوير؟ ليه ما أخذتها في فيجوال ماشين؟ ليه ما تو فيجواليز الفانكشناليتي دي؟ أخذتها في فيجوال ماشين تكون قاعدة في الكلاود بتاعي ما هحتاج بعد كده إني أشتغل لها هاردوير جديد ما هحتاج كل مرة يقول لي السيرفر اللي قديم في بيت واحد جديد ده الفانكشن الفلانية محتاجة لها هاردوير ريكويرمنت خرافية خلاص يعني فيري سمبل أي كان فيجواليز إيفري أخذتها في الداتا سنتر هعتمد على الـ SDN to connect the virtual machines مع بعض. في الكلاود دي الـ virtualization network function virtualization يعني another topic. وفي الـ SDN هيكون عندي cross domain orchestration عشان to orchestrate الناس كلهم مع بعض. طيب ده هيقود لي سؤال ثاني which is performance versus flexibility. الفانكشنال بوكس بتحطها في نيويورك عليها في سبيسيفيك هاردوير ليه؟ تو جارانتي بيرفورمانس كرايتيريا معينه. طيب انا كده لو حطيت في فيجوال ماشين هيكون السبيد بتاعت البيرفورمانس بتاعتي معتمده على سيرفر اللي هي السيرفيس دي انا بجيبها. طيب انا كده ضحيت بالبيرفورمانس اكيد ايه فلكسبيتي؟ فالسؤال بيطرح نفسه هنا يعني انا كل ما مشيت للفيرشواليزيشن هكون مور فلكسبل بس البيرفورمانس هيكون اقل. فهل انا محتاج حاجه فعلا ولا لا؟ طيب في بعض الحالات الفلكسبيتي بتكون اهم بكثير من البرفورمانس زي ما في الصوره هنا مثلا قال يعني في الحرب العالميه الثانيه كان في معركه بين الامريكان والالمان المانيا كان عندها دبابه واحده كبيره دوبين مصنوعه مخصوص انها تكون يعني خرافيه كده يعني طيب الامريكان كان عندهم دبابات صغيره لكن كثيره فالحصل في النهايه ان الامريكان فازوا على الالمان لانه كانوا مور فلكسبل على الالمان يعني اللي هم ركزوا على البرفورمانس خلاص الدبابه الواحده دي لو انا عندي 100 دبابه ضحيت ب 50 دبابه يعني دمرت الدبابه اللي عندي خلاص بعد كده زي لوس ذا وري ففي بعض الاحيان كثير من الاحيان بالذات انا اي ثينك الفيوتشر ماشي على وي نيد تو بي مور فليكسبل البرفورمانس كان بي انجينير في نفس الوقت زي ما قلت لك بيرفكشن كان ميك يو لوز اور ثاني حاجه اللاب فلاتيشن برضه كان كبير زي الديناصورات زمان مخلوقات كبيرة قوية هكا كان عمان في النهاية عشان التغييرات المناخية اللي حصلت في كوكب الأرض انقرضت لأنها ما كانت قادرة تؤدي النيوجينز فـ once again على حسب الأبلكيشن flexibility كان بي يعني favorable على الـ performance طيب ناخذ مثال This is based على Ericsson على Ericsson عندي حتة الأربعين طيب Ericsson عندها برودكت اسمه EPC اللي هو Evolve Packet Core Packet Core بسرعة عامة في دنيا اللي هو PCRF, DPI, SGSM, GGSM, mainly فبس يعني for the sake of this presentation فقفل اللي بدأ أي functional box ما فرقت كثير فطيب أنا حامل virtualization لسامسي Ericsson PCRF اسمه سامسي يعني الـ SGSM بتاعت الـ APC مهم يعني ما نركز في الموضوع جديد فأنا كنت عم لها virtualization خطيتها في كلاود وعندي الـ VSC والـ SDN عندي فوق الـ ECSM ده اللي هو الـ Ericsson Cloud Manager يعني الأوبن ستاك ده هنجيبه بعد شوية هو الـ Cloud Execution Environment الـ Industry Standard بتاع الـ Cloud Execution Environment اللي هو بيعمل لها virtualization functions ده مثال مثلا يقول لك ديسايكلي كابلز فيرشواليزيشن انا عملت فيرشواليزيشن لل
للنتورك فانكشنز هتعرف يبقى سنتر. طيب الحين يمكن تفيدني في شنو؟ نفرض مثلا اللود على النتورك بيتغير يعني بالصباح المثل خلاص؟ الحين يمكن تفيدني في شنو؟ كنت شغال بعدد معين من الفيرشوال ماشينز بين الـ APC functionalities وصليون كده النتورك ذات جديد. فكل اللي علي يعمله إنه بس مثلا النتورك ذات في جي جسد كل اللي علي يعمله كده يتأي فيرشوال ماشين جديد أكلم الـ Cloud Manager هيشوف إن أنا داير لود زيادة هيقوم يكلم الـ OpenStack OpenStack Environment ولا لكن هي فيرشوال ماشين جديد أبدي الله يكلمه أنا. في نفس الوقت هيكلم الـ VPC يقول لي الـ SDN يا أخي أنا كريت لي فيرشوال ماشين جديدة طب IP فلاني بالله بس أصدر الكونكتيفيتي بتاعتي فـ That's it. كده بتكون فليكسبل شديد ما محتاج كل مره اشتري هاردوير جديد من الفندر اللي حمر يحتوي شديد قابل للتعامل. طيب الاي بي سي ذاته كله ككل ممكن اعمل له فيرشواليزيشن برضه اعمل له فيرشوال ماشين كامله تشتغل على الاي بي سي تمام. كل ما احتجت لاي اي بي سي زياده اي كان كرييت نيو فيرشوال ماشين اوف ذيس اي بي سي خلاص الموضوع انتهى. بس في الحاله دي طبعا هكون بقيت مور فليكسبل اكيد هكون قللت البرفورمانس. كل ما اعمل فيرشواليزيشن لفانكشنز جديده كل ما ازيد السكوب بتاع الفيرشواليزيشن بكون مور فليكسبل لكن البرفورمانس هيكون اقل. طيب نجي لل اندستري ستاندردز اللي هي شغالين فيها عموما فيندرز والاوبريتورز كده الناس الكبار كده في المجال ده اتفقوا انه they will use open stack for cloud execution environment هيستعملوا الاوبن ديلايت للـ SDA controller هيستعملوا الـ Overflow اللي هي Standard Communication Channel بين الـ Controller والـ Public. طيب نجي لـ OpenStack. المهم قال لك It's a suite of interrelated open software projects هو open source, anyone can use it, few APIs, anyone can build the software code based on it. Open source معناته free, anyone can take it, يعدي في أي حاجة, يعمل في أي حاجة من دائرة. It's quite flexible. It was initially used في ناسا في التسعينات. شغال بيبدأ I think لحد الآن. قرروا يستعملوا بس هو بيقدم ثلاث سيرفيس بيقدم compute as a service, software storage as a service, و network as a service. دي projects شغال فيهم حاليا. النوفا هي عبارة عن the compute project. السويفت والسندر هم الستورج الستورج بروجكت في النيوترون اي بي اي او النيوترون بروجكت هو عباره عن نيوترون فانكشن. فنرجع للخدمات اللي بيقدمها نيوترون كمبيوت ستورج. طيب هو في النهايه قلنا انه هو كلاود اكسكيوشن انفيرمنت اتس نوت ا كلاود سيستم اتس نوت ا ديستريبيوتد سيستم يعني ما زي كاسنتر ولا بيك اند ولا حاجه ثانيه. هو في النهاية دي بس هو framework to organize the virtualization of the function. It's not a cloud system في هذا الزمن. ممكن تقول virtual حتى دي يعني معلش. طيب دي الـ services اللي أنا أقدمها. فمنطقيا المفروض يكون فرع في virtualization بقى. الحاجة اللي بتعمل لها virtualization هي services دي. طيب open stack عشان يكون more open بيدعم two kinds of hypervisors in the KVM. يعني بيجي مع اي لينكس ديستريبيوشن في هايبرفايزر عندنا البي سي اللي هو بتاع الاي ام اي. فبغض النظر عن الفيرشواليزيشن تكنولوجي اللي احنا دايرين نستعمل شنو هي كان سبورت ليها. وقرينا تاني في البلجنز بتاعت النيتورك فريم ورك اللي هي نيوتن اي بي اي نود اي بي اي بتاعت الكمبيوت السويفت والسيندر بتاعت السويفت بسرعه. الحاجه دي قاعده في النت اللي هو في اي بي اي عنها. طيب نجي ثاني الـ Open Daylight ولا Open Flow. طيب الـ Open Daylight بس ملاحظة ثانية على الـ Open Stack والـ Open Daylight والـ Open Flow. التكنولوجي واللي هي كم شركة ماشية إنها to be more open source. فـ everyone should يعني لو جاتك الـ Open Source بالنسبة للـ Vendors دي ما حد يكون شديد لأنه الـ Competition حتكون عالية شديد لأنه أي يوزر عنده تكنولوجي. لكن من هنا لقدام
الفندر او تابع الاي اس بي لو ما كان انوفيتف زي ما قلنا من شويه هي كان نو لونجر سرفايف في الماركت. ف يو شود سبورت اوبن سورس شود بي انوفيتف تقدم سيرفيسز ما بيقدم غيرك بالانوفيشن بتاعك انت عشان تقدر تواصل في الماركت. ف ذاتس واي ايفرون از جوينج فور اوبن ستاك ايفرون از سبورتنج اوبن ستاك اوبن فلو اوبن ديلايت ما عشان هم دارينها حيوك تكون مضره بالنسبه لي لكن they have to. I mean, everyone is using it. طيب فهو Linux Foundation Engine comprised of an industry consortium من الناس المعارف Ericsson, IBM, Cisco, Juniper. Red Hat كلهم شغالين في Open Data Project في Hydrogen Unit بعد شوية هم قسمهم بيناتهم إنه أي زول حيفكرها فاتها to develop. يعني كلهم كمان هم competitors لكن كلهم شغالين مع بعض to produce an Open Data Framework. ففي النهاية it's an open source project with a modular, pluggable and flexible controller platform and its core. هيدروجين في تكسير مكان على أي دول شغالة في حاجة معينة لكن مهم هي في نورث باورد اي بي ايز وساوث باورد اي بي ايز. الحاجة المهمة اللي ممكن نشوفها من هنا انه it doesn't choose only open flow يعني ممكن نستعمل open flow as a communication protocol. ممكن نستعمل open vSwitch Netcom, Lisp, SLP, BGP. طيب الاوبن فلو زي ما قلنا قبل هو الكوميونيكيشن الموست فيفورت كوميونيكيشن بروتوكول بين الاس ان كنترول وبين الفور دي بلاي. موست فيفورت ليه؟ لانه فليكسبل شديد من ناحيه باك بوينت كومباتيبلتي. بس بحتاج يعني اغير التوبديت الفيرور بتاعي مثلا سيسكو تعمل لها فيرور جديد ذات سبورتس اوبن فلو خلاص انا ما احتاج اكتب منها نظريا. فهو عباره عن اوبن فلو فيه مسجز معينه الفولدنج بلين جوا الاوبن فلو سويتش حيكون عامل الصوره دي حيكون عباره عن تيبل فيه رولز الرولز دي ويل بي انسبكتد اجينست الباكيت هيدرز على حسب الفلو دي اللي قاعد جوا حيكون عندي اكشن في النهايه. ولو مثلا لو ديستنيشن اي بي كده اعمل له فورم لو السورس اي بي كده اضرب الباكيت ففي النهايه حيكون عندي عمليه انسبكشن لكل الباكيت هيدرز اجينست التيبل دي حيطلع لي الاكشن سيت او الاكسكيوت الاكشن سيت. دي امثله للاكشن سيتس اللي ممكن تكون حاصله فورورد دروب موديفاي وكذا. دي امثله للمسجز اللي بتكون من وين الكنترول سيمتري دي اللي هي بين كنترولر والفورورد اثنين او العكس. هذا هو الكوير ان الفيتشرز كونفجريشن والفايل ستيت كل ستيت. طيب الاوبن فلو بشيم 1.0 كان فيه تيبل واحد فيه رولز في النهايه يكون في اكشن سيت. ف تو بي مور سكيلبل في نيو ريليزز من الاوبن فلو تقريبا اي ثينك من الاوبن فلو بشيم 1.4 قالوا احنا ما نعمل تيبل واحد نعمل لنا كم تيبل. اي تيبل الاوتبوت بتاعه بيكون عباره عن انبوت للتيبل اللي بعده واي تيبل بيضرب منه اكشن والاكشن سيت بيحصل لها ابندنج في النهايه كده يكون في اكشن سيت اكسكيوت الريزن بيخش التيبل الاول بيقول له مثلا لو السورس اي بي الاي بي المعين زيد الكاونتر في محل معين بيخش التيبل الثاني بيقول له ديستنيشن اي بي المعين فورورد الباكيت للتيبل الرقمي في النهايه بيطلع لي اكشن سيت معين وبينفذه ده فرق اساسي. This way it's more scalable من يكون عندي تيبل واحد كل مره اقعد ازيد فيه هشيل لي حاجه كبيره من نوري السكيل ده هيكون صعب شويه. طيب الحاجه المثاليه نجي ليوز كيسز. طيب for the sake of this presentation يعني for my sake برضه يعني ما عندي اي كتير خلينا ناخد الحاجه اللي يسموها الميل بوكسز او ترانسبيرنت فانكشنز كيوز كيس الموضوع. طيب الترانسبيرنت فانكشن او الميل بوكسز دي عباره عن شنو؟ دي الفاير وولز الكونتنت فلترنج الهيدر انريتشن اللي هي البوكسز اللي ما لها علاقه بالفورمالين والروتين بتاعت الفانكشنز تمام؟ طيب فلنفرض مثلا انا قاعد اعمل كونتنت فلترنج ل كونتنت فلترنج لويب سايت معين بيز على كريتيريا معين مثلا في ويب سايت كده المفروض الناس اللي اوفر 15 يخشوا
فكده الادريفكتين ما يخشوا تمام. طيب بس ويب سايت معين ما كل الويب سايت. طيب انا حل هاي المنطقه هجيب لي كونتنت فيلتر فانكشن هاخدها الحل اللي بيجي لزول انه هضطر اروح كل الترافيك عليه صح، لانه اي ونت تو اكسبكت الديستنيشن، اي ونت تو اكسبكت الديستنيشن ويب سايت. طيب فنضيف ان الويب سايت ده نسبه الاكسس عليه هو 20%، انا هراوغ عليه 100% من الترافيك عشان اشوف هل الويب سايت ده قاعد ولا ما قاعد، هل الاتش بتاع السبسكرايبر ده ابو 15 ولا 15. طيب انا هشتري لايسنس بتاع قدر الترافيك كله فعلا في حين انا فعلا جاي في الناس، فدي في الكوست زياده ودازنت ميك سنس يعني. فالحل الاول ده it works لكن ما مضمون جديد. والحل الثاني هي استعمل البوليسي بيس بوك، اخد لي سيرفر اخد فيه بوليسيز اقول له لو ديستنيشن اي بي حاجه معينه ارويته لي على الكونتنت، لو ديستنيشن اي بي ما كده اخليه مش عالي تمام. الحاجه دي شغاله ارجو يعني ممكن تكون ما فيها كلمه اس تي ان لكن خلينا نشغل اتس فيري ستاتيك، كل مره انا اقعد اضيف ديستنيشن ويب سايتس كل مره يطلع هو نضيف فورم اغير الابديت البروفايلز بتاع السبسكرايبرز المهم وات ايفر يعني اتس ستاتيك. طيب فالاس دي ان ممكن تساعدنا في الحته دي، وبعدين لاحظوا ان احنا بنتكلم عن سيرفيس وتشيب الكونتنت فيلتر. انا لو لاقي جايب لي خمسه سيرفيس مثلا كونتنت فيلتر نات هيدر ريدكشن قدرت الكنترول هضطر اشتري لي لايسنس قدرت الترافيك بتاعي كله في اي واحده هرويد عليه كل الترافيك ايفنشلي حكون انا مستعمل اقل من 1% من الهيئه المشتريه. ف نمشي للثاني يوز كيس الاولى او يعني حاجه في البدايه كده دي الحته بتاعت بي اي سي. بي اي سي هو سوفت وير برودكت ديفولب باي تكنولوجي في اريكسون، بياخد انبوتس من الجماعه فوق الكلاود مانجر من الساب سي وتشيل الفيزا عليه قلنا له ايه بوليسي كنترول اند فانكشن بس اريكسون وساب سي من الـ TPI أو الساسن، الساسن هو الـ Realization بتاع Deep Value Direction. طيب هاخد input من الشارت دي كلهم it will evaluate logic الـ logic كان بيه program تاني عشان يكلم الـ Risk Control يكريت له سيرفيس تشينجز. طيب أمسك مثلا الهيدر اللي أنا أوبريتر عندي بارتنر اتفقت معاهم إنه اي ترافيك هوديه لك بالنتورك بتاعتي هحط لك هيدر انجمنت هاخد فاليو معينه عشان نستفيد منها احنا الاثنين مثلا. طيب هيقوم مثلا الاوبريتر اي باك اوفيس انجينير مثلا هيقوم يعمل بروفيشنينج للليستا في الدي بي اي. اوف لاين دي بي اي ده عنده ميزه انه ستورز الويب سايتس عنده زي كده يعني خلينا مثل ما مش بيقول يعني هو بس بيخزن الويب سايتس تمام؟ البي بي سي هيقوم الاوف لاين بي بي اي ده اول ما يحط فيه ويب سايت هيكلم البي بي سي. البي بي سي هيعمل ايفاليويشن للوجيك بتاعه هيقوم يكلم الاس دي كنترولر يقول له يا اخي لو الديستنيشن ويب سايت هو الويب سايت اللي متفق عليه روت لي ترافيك على السيرفيس بعد الهيدر انجمنت ايلس روت لي عادي كل اللي عليه يعمله هنا بس تو بروفيشن الويب سايت في الاوف لاين دي بي اي الباقي كله تو بي فيري دايناميك كله هيهدي الاس دي ان والبي بي اس سي وال اي حاجه. ف اتس فيري جود ريبورتنج فيري دايناميك بس في ما هضطر اغير اي حاجه تكون مره مرايه. طيب مثلا حاجه ثانيه ماسكين الكاشن انا اي اس بي الكاستمر يعني بيحبوا يخشوا يوتيوب كتير لكن اقرب سيرفر بتاع يوتيوب اتش دي فانا داير اخلي البرفورمانس احسن والكاستمر اكسبيرينس احسن هقوم اعمل كاش للويب بيجز فور اكزامبل يوتيوب اخدها في كاش اللي انا تمام. اي ترافيك ديستنيشن ماشي على اليوتيوب ما هوديه للريموت سيرفر. طيب الحل ده حتى ممكن تكون شنو يعني واحده من اليوز كيسز بتاعت الاوفلاين دي بي اي برضه لو شايفين هنا هو بيعمل سامبل تمام. كل مره والتانيه كده بيشوف بيجي الباكتس بتنشيله بيعمل انسبكشن الابلكيشن ده بيشوف الويب سايت اللي داير يمشي له سيرفيشن
فممكن يخص ياخد ياخد الويب سايتس الموست يوزد الموست ريسنتلي يوزد الليست ريسنتلي يوزد بيرتب طريقته يعني. فاحيانا سامبلينج بعد فتره هيكون عنده ليست الموست مثلا الموست ريسنتلي يوزد ويب سايتس او موست ريسنتلي موست يوزد موست اكسس ويب سايتس. هيحسب الراوتين تايم برضه يعني هيحط الويب سايت وبيحسب الراوتين تايم يشوف مثلا اليوتيوب ده استعمله كتير شديد لكن الراوتين تايم بتاعه طويل مقارنه بسيرفيس ثاني. هيقوم يحطها عنده يرسلها للبي بي سي. بي بي سي هيكمل زي كنترول يقول له اي ترافيك اعمل لي سي اس تشين اي ترافيك ماشي على الشبكه الفلانيه خليه يمشي للوكت هاش تايم. لو ما ماشي لو ما الويب سايت المعين او مجموعة الويب سايت المعين خليه يمشي للديستنس على كده هكون حققت لي يعني بيرفورمانس احسن و يوزر اكسبيرينس احسن بالنسبه للكاستمرز. اخر حاجه ان الناس اللي سوفت وير ابديت اللي سيبرين انا امشي للانجليزي دي اي ثينك الحاجه ممكن تتعمل يعني من ناحيه الانجليزي دي بس اتس يوز كيس تكون مفيده في الحاله دي. اللي سيبرين داير اعمل ابديت لسوفت وير انجليزي جديد هكون اعمل ابديت لسوفت وير يسير الواحد. طيب بدل ما اروج كل الترافيك عليه واعمل التستات بتاعتي هقوم مثلا اعمل اي تاجنج لواحد في المية من السبسكرايبرز كنت ليه مية فرق وكلم البي بي سي اقول له لو جاك السبسكرايبر من البروفايل المعين ده روجه لي على السوفت وير ريليز الجديد خلاص. مثلا هروج جاك في المية من الترافيك هعمل شبكه سيكتر سيست خليه شغال اسبوع كده في مشاكل ظهرت ولا مشاكل ظهرت مشاكل ظهرت نشوف شنو نحلها نعمل مونيتورنج تاني. طيب الامور ستيبل نزيد 1% بقي 10% الامور ماشي كويس بقي 50% الامور مش كويس خالص خلاص رويت 100% بتضحك عليه يكون كده يعني كنا مور فليكسبل في السوفت وير بتاعنا حاولنا تو افويد البجز والمشاكل ممكن تحصل ترو شوتنج الايلاف دي. That's it, yeah. بس يعني طبعا وصلت كده مثلا من الداتا سنترز اللي بيستعملوا الـ SDN الداتا سنترز الـ SDN enabled يعني Cloud SDN enabled في نظركم هيكون منهم؟ لا جوجل فيسبوك. طيب داروا جوجل قبل ما تكون الفانكشن بتاعت اس دي ان قبل ما يستعملوا اس دي ان كانوا بيستعملوا 70% من الباندرز بتاعهم. طيب ليه هم طيب 30% دي شنو؟ بس لو حصل سبايكس في النتورك ليس من النتورك يعني ما بيشتروا 100% من الباندرز اللي هم دايرينه بيشتروا اكتر عشان لو حصل مشاكل بعد استعملوا اس دي ان بقت النتورك بروجرامبل they can load balance النتورك الترافيك they can load balance الترافيك ممكن يدوا برايورتي لحاجه على الثانيه فوصلوا لانه قدروا يستعملوا 90% او 99% من الباندز بتاعهم. فا اتس ا جريت امبروفمنت بالنسبه للناس دي. فا ذاتس ات خلاص. الله يكون في عونك سؤالين. ده اوضح حاجه كتير صعبه عليا. في ناس تاني في سؤال في اي بوينت للنتورك الأهم حاجة السرعة الخبر بتاع الفيرشواليزيشن والإمكانيات اللي هي جديدة وحاجات زي دي بتأثر لك كيف على السرعة؟ تعرف النتورك مين اللي حولته من ASICS وبيجيت سوفت وير ديفاين؟ ده الكلام اللي كنت بتكلم عنه بيه في حتة البرفورمانس فيرسس الفلكسبيتي. أي أنت هتضحي بالبرفورمانس كبير شديد لكن أي ثينك الفندرز بيحاولوا تو أكوموديت الحاجة دي بإنه يحسنوا الهاردوير اللي هي السوفت وير بتكون راننج عليه. يعني لما استعمل لي هاردوير مثلا 50 جيجا بالبروسيسور 1.7 جيجا هرتز مثلا عمل لي واحد 200 جيجا ب 10 جيجا هرتز ما هحتاج قضيه جديده يعني سيرفر اتس اي تي ثينج يعني سوفتوير جديده ما هحتاج اغير حاجه كل سنه بكل سنه يمكن تاخذ معي 10 سنين. فهم they want to be more flexible على حسب البرفورمانس once again البرفورمانس كان بين جديد from their perspective على البيت.
السؤال انه هل كان اصلا لانه النتورك كومبلكسيتي اصلا موجود يعني هل الفيرشوال هو الفيرشوال اللي كان موجود بعد ذاك مثلا الاس دي ان استفادوا منها في السوفت وير ولا هم اللي اخترعوا لنا الفيرشواليتي وعدا ضمنت يعني عشان I think هو الفيرشوال فيرشواليزيشن تكنولوجي كانت قايمه بذاتها الاي اس دي ان تكنولوجي قامت بذاتها يعني هي ما قامت عشان الكلاود انا قلت انه it doesn't only support the cloud يعني هي نيو بارادايم للاي بي نتوركس عندهم يعني سيرفيس بانك عندهم المالتي كاست والحاجات دي هم قالوا احسن الاس دي ان احسن لهم بس حته الكلاود دي استفادوا منها في حته النتورك بروجرامبيلتي والادابتابيلتي دي كانت قايمه بذاتها وستيل ممكن هسه يكون في داتا سنتر ما شغال الاس دي ان عادي شغال يعني لا عشان يصير ما عنده مشكله الاس دي ان بيستعملوها في حته ثانيه بس الاثنين ده مع بعض بيكملوا بعض الاس دي ان بتخلي الفيرشوال ماشينز او الداتا سنتر فليكسبل شديد وما بيحتاج انترفيشن كثير من الناس السلام عليكم احمد محمد الشيخ على اي بي اس اي لايك البرزنتيشن صراحه الورك هير الحاجه ده عندي كم تعليق انت كان ذكرت انه الفيندر نوت 100% اكسبتنج او هم اكسبتنج هاي فهل هي هل في كينونه او اورجانيزيشن طلعت الستاندرد بتاعت الاس دي ان اند ذي ار انفورسينج على الفيندرز كلهم تو يوز ات ولا خلوا الحاجه دي تشويسز على الفيندر انه هو يختار انه يشتغل بالاس دي ان او نوت ده السؤال الاول السؤال الثاني انت كنت بتتكلم عن الانوفيشن انه الديفرنشيشن بين الفيندرز هيكون انوفيشن ف الفيندرز مثلا يعني حسي زي اللي لغيته انه الفيندرز دي زمان البروبريتي تكنولوجي او التكنولوجي حقتهم هما في مليونز اوف دولارز اتصرفت في الار ان دي عشان الحاجه تطلع فهل الفيندرز going to accept that and leave it behind ويمشي على الاس دي ان very smoothly ولا في جالينديز تور الحاجه شكرا السؤال الأول عن شيء تاني. طيب بالنسبة للسؤال الأول هل they are being شخصي زي ما كنت بتكلم دمين قبل 10 سنين كان في أبل طلعت آي أو إس كان ماشي شوية جاء الأندرويد في سنة واحدة انتهى من الأبل تماما أو يعني we can say يعني انتهى منها شيء صح؟ أخذ ما في شيء تبين شيء من واحد ليه؟ لأنه it's open source ما في زول I think يعني الناس حاليا ما بتحب إنه أي حاجة تكون مقفولة فا الأوبن ديلايت والأوبن فلو هما initiative بتاع يعني في زول قال يا أخي إحنا لازم نستعمل لازم نستعمل الأوبن ديلايت لازم نستعمل الأوبن سايت في النتورك بتاعنا أنت ممكن تقول لا يعني لكن eventually الحاجة دي will be spread الفيندرز هيستعملوها هيحصل شنو لو انت you didn't keep up مع حاجة you'll be out of the market Nokia Siemens فيندر كبير شديد it's currently out of the market لسبب انه ال changes الحاصل في ال I think ال changes الحاصل في الماركت ما قدروا to cope up with it الحاجة الحاصلة في الماركت برضو انه ال IT industry وال communication industry خشوا في بعض خلاص يعني ناس احنا مثلا إريكسون وتابع هواوي دايرين يطلعوا كلاود طيب ناس جوجل دي ناس بعيد شديد في الكلاود خرافيين ومبرر يعني هل كان وي كيبر مع ناس جوجل دي هل الاسهل انه احنا نعمل فيرشواليزيشن للفانكشنز بتاعتنا ولا ناس جوجل they can invent a new functionality تتحل ف that's why I think it's smart enough انه to support an open source open source projects ما بدأ يتوجكت لأنه يمكن بيأوت من واحد السؤال الثاني معلش السؤال الثاني أيوة إنه كويس thank you إنك ضربت المثل بأبل وأندرويد إنه حالياً والعظيم مثلاً الأندرويد منتشر شديد لكن بقى البرسنتج إنك تدفرنشيت البراند الصانع التليفون بقت أقل يعني they are all running Android لكن صعب إنك تدفرنشيت مثلاً LG Samsung كده يلا ده الكويشن بتاعي انه I'm afraid انه الديفرنشيشن او الاي دي للفندر
إريكسون الكاتي لوكينج إلى آخره، إنه أساميهم ممكن تنقص لأنه أو ممكن تقيل لأنه إتس ستاندرد. ذكر برضه التوبين، أنت عشان تو بي إيبل تو سرفايف في الماركت يو هاف تو بي إيفريثينج. البي بي إس سي اللي كنت راجع شوية ده إتس برودكت بتاع إريكسون، هم أخذوا الأوبن ديلايت، أخذوا الأوبن فلو استعملوهم واستعملوا الأوبن ستاك، طلعوا عليهم برودكت اسمه البي بي إس سي. تمام؟ البي بي إس سي ده فور ناو ليتس أسيوم إنه ما قاعد في حتة تانية. فبالنسبة لي بالنسبة لإريكسون دي الحاجة هتخليها تشيل جدا. لو أنت ما قدمت فانكشناليتيز مفيدة، لأنه أي غيرك أي زول غيرك ممكن يقدم نفس الحاجات اللي بيسعى للحاجة دي. أنت يو هاف تو بي إنوفيتيف تو بي تو بي إيبل تو كونتينيو تقدم سيرفيسز غيرك بجد ما قاعد يقدم. زي ناس أبل زمان مثلا كان في نوكيا برضه نفس المثال، كان نوكيا قاعد إتس فيري دوميننت. أبل مشت ليه؟ لأنه جاب يوزر انترفيس جديد، بارادايم جديد للموبايل فونز، تاتش سكرينز، زوم حركات التاتش والحاجات دي. فهم كانوا مور انوفيتيف، قدروا يبنوا براند ليروهم لانهم كانوا سباقين بس ما اكثر من كده. الايباد قالوا لما الناس يجيبوا الجرايد ليه ما اخذ تاريخ الايباد؟ الايباد ليه بدل الناس تشتري ام بي 3 بلايرز ليه ما اخذ تاريخ؟ عملوا ليه براند تاني. ف يو هاف تو براند يور سيلف، يو هاف تو بي مور انوفيتيف عشان تقدر تسوي في الماركت. ذاتس واي يو شودنت يعني. السلام عليكم، thanks for the discussion. زين محمد شيك على الكمبيوتر. كنت أسأل اللي هو مدى يعني أنا زرت على الدرج. فبتي إنه أضفته بيصير إضافة للهيدرز بيكون في actions. الأكشنز دي على base يعني بدي كم سنتلا يعني كان شو أخذ بالبداية كان عن إنه كيف أستخدم ال artificial intelligence يعني كيف إنه الروتر يتعلم من ال من النتورك من الفورم ساعة النتورك إنه يعمل forwarding للباكيت. فهل أنا هنا؟ معلش اسمي ده صوت ما هو شوية. أوكي. artificial intelligence. هي لسبيعته. الذكاء الاصطناعي. الليس بروتوكول. عشان بس أنا ما كويس في الإيدي شديد. بالنسبة يعني اللي يدمرنا أنا بقدر أتحكم في البرفورمانس بتاع النتورك داخل الهيدر بتاع البطل. يعني أنت قلت إنه كان في أكشن، هل أنا بقدر أتحكم في كل الفلاكس بتاعتي بتاعت الباكيت وأطلع على أساسها أكشنز ولا في ليمتس؟ تمام، نبتدي نشوف إن الأكشنز هل هي بروجرامبل فيها تذاكر ولا لا يعني؟ طيب في حاجة الفولدنج بلين، بس الـ SDN هو موضوع كبير شديد، بس حاولت تأدي overview هنا. الفولدنج بلين في حد ذاته كان بي بروجرامد. في لانجوج شايفين اسمها بي 4 اختصار لأربع كليات ورقمات. يو كان بروجرام الفولدنج بلين بتاعك. يو كان بروجرام التيبلز، يو كان بروجرام الأكشنز. يس اتس فليكسبل تو ذيس ماتش، لكن البروجرامابيلتي اللي تتكلم عن البروجرامابيلتي بتاعت الفولدنج بلين يعني يا اما تعمل فيجواليزيشن تاخد مثلا الراوتر تخليه سوفت وير راوتر ما يكون هارد وير راوتر مثلا، لانه هو بيساعد الاسيت في النهايه اوبن سورس مثلا، لكن هذا السوفت وير ما سريع زي الاسيت. تمام، فانت يا اما تو بروجرام تعمل الفانكشن كسوفت وير تو بروجرام او تو بروجرام هارد وير تشيل حاجه صعبه، لكن يو كان يوز اف بي جي مثلا. الاف بي جي از بروجرام هارد وير ستيل هيديك نفس الفلكسبيليتي والسرعة. البروجرام بتاعه ممكن يكون صعب شوية لكن ده ليس الفلكسبيليتي. عندنا الحقيقة الدورة دي آراء شخصية يعني. ما تاخدوها جد. السلام عليكم، سارة الأمين من شبكة الجامعة سودان. كنت بسأل الـ SDN Entry Value Time هي عبارة عن زي كود، بكتب كود والكود ده بيقوم كل النودز الموجودة في الشبكة بتاعتي بتفهم الكود ده وتقوم تنفذها سلام فورورد أو غيره. طيب لو الـ Equipment بتاعتي دي مختلفة يعني مثل ما كلهم سيسكو ما كلهم
كلهم. فكل واحدة فيهم عندها مفيد تتعلم بطريقة غير. فكيف يكون ده الراحل في كل النوات؟ هما عشان كذا عملوا البيكونت على الكونفلو داي. الكونفلو داي it's an open source. I think أي فندر حاليا بيطلع راوترات ولا سويتشات ولا أي من البوكسز بيكون فيه بورت to support الكونفلو. تمام؟ ما بعد كده ما في حاجة في ما فرقت أنا الكونفلو سويتش اللي أنا شغال بيها ولا بتاع سيسكو ولا بتاع جونيكر ولا بتاع إريكسون ولا بتاع هاور. Anything that supports الكونفلو كان بي programmed بنفس البيهيفير تمام؟ حتى لو كان كوموديتي سويتش ما يكون سويتش واحد اي سيرفر بتسوق ذا شركه كده معناتها انه الامبروفمنت بتاعت الموجوده في الشركه ممتازه يس تدعمه معناتها المفروض اعمل ريبليس مثل الجروب اللي هو بالضبط الكلام كنت بتكلم عنه من شويه يو هاف تو سبورت الاوبن سورس بروجكتس لانه لو ما مشيتي مع تيار سبحت عكس التيار ده يعني قوي ضايع معلش سؤال ثاني أزيد مثلاً من البرفورمانس اللي عندي شركة بعدي مثلاً كل الترافيك ماشي اليوتيوب ده بس مثلاً هاي تظهرتو إن أنا عندي كاش سيرفر لليوتيوب عندي أنا أعتقد إن أنا ممكن أعمل كاش للداتا بتاعت اليوتيوب داتا بتاعت جوجل عندي أنا ممكن كل اللي أعمله إن أنا أوري الشركة بتاعتي لو أنت عايز تمشي لليوتيوب أمشي للأسعار أو أمشي لفايبيتك كاش للداتا كلامي صح الحالة دي أنا افترضت بس I took it for granted المفروض تكون حاجة خاصة بهاي التسييس في رأيي أنا الشخصي الحالة دي المفروض تكون الأوبريتر maybe يعني ممكن يكون في طريقة ده لك أكتر بس الأوبريتر هو اللي حيعمل الكاش دي ما ليزني أنا حساعده ليزني أنا فعلا حساعد في رودي للوغ الكاش عشان البرفورمانس يكون أحسن الكاش دي يحتاج من مين؟ I have no idea شكرا لكن الفندر ما عنده طريقة. You have to do this by hook or by crook. I think I did mentality بتاعنا. You have to do this by hook or by crook. وإلا إذا you not come up مع changes of hustle. بمشي ممكن مثال يعني لشركة كبيرة جديدة لشركة كانت في سيمنز كان الثيرد بيجست فندر it's out of the market at the moment. But you have to do it. You have to employ the resources. Employ the right competence to do this. They're trying to do this at the moment. يعني الهاردوير هجيبه هاي كارير جريد هاردوير فول يكون سريع شديد السوفتوير they will try to optimize it as much as possible عشان to be able to run في الهاردوير ده بطريقة ما تأثر على البرفورمانس شديد هو it will be affected definitely ما في حاجة ما في مقارنة للـ ASICS والـ X86 architecture أو Spark architecture ما في مقارنة الـ ASICS معمول ومحفوظ في الحاجة والـ X86 في النهاية processor to process code يعني ما هيكون زي الاسس yes it's a challenge so let's see how it goes السلام عليكم رفيد احمد جامعة خطوط ففي مشكلة بتاعت الريليفت واضحة انه في سنجل بورد والكنترولر ده الحاجة من المشكلة دي الاسين كنترولر doesn't have to be centralized ممكن يكون distributed ممكن تبني هيراركي بتاع كنترولرز ممكن يكون ديستريبيوتد وبيعملوا سينك مع بعض ممكن يكون بيز على الجيوغرافيكال بيز على الجيوغرافيكال اير فكده ممكن لكل جيوغرافيكال اير مثلا تاخد تو اس اي كنترولرز شغالين بي اكتف وباسيف او ماستر سليف ريدند ديفايس ف رياليتي ما مشكله اي مور كويشن Sorry, but this is the last question. So, what I would recommend on the point of the Karabakh, you know, vendors have yet to go on care for a trade. Who are vendors are in driven
by the operators or by the customers. يعني أنا إذا بقدر أمر كيلول تكون مع التكنولوجي أو مع الديماند حق الكاستمر أو يلوت سيرفايف في الماركت. حتى التير 1 اوبريترز جلوبالي هم حاليا هم الديزاين التكنولوجي تمشي في الاتجاه. إذا أنت فيندر نوت سبورتنج الفيرشواليزيشن أو نوت سبورتنج السوفت وير ديفاين نتورك مثلا في اوبريتر كبير في أمريكا إن هم عملوا كات اوفر إنه من هنا أي برودكت ما سبورتد في الفيرشوال انفراستراكشر will not be deployed in the network. في النهاية هم الأوبريترز الكبار هم المحددين الرود ماب بتاع التكنولوجي حتى بالنسبة للفيندرز. شكرا لكم كثير مرة ثانية، إن شاء الله تكون استمتعت فيها. We're going to have a break until 2 p.m. for beer and coffee. Please be back on time, and we promise you there will be more and more interesting sessions.